هذا أبو بكر رضي الله عنه لقي هذا الرجل لما حصلت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. علي على أنه الخليفة، معاوية يطالب بقتل عثمان، يطالب الذين قتلوا عثمان، يريد القصاص منهم. كل واحد مجتهد، كل واحد من الصحابيين مجتهد رضي الله عنهم، هذا على أنه خليفة وهم خرجوا عليه، وهؤلاء على أنهم يطالبون بدم عثمان الذين قتلوه، يريدون القصاص منهم. فخرج هذا الرجل يريد أن ينضم إلى علي، إلى علي الخليفة، فلقيه أبو بكر سأله من تريد؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله. هذا حق طيب، لكن لما كان فيه فتنة بين المسلمين قال له ارجع، ارجع لا تدخل في الفتنة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، قال ارجع. نعم، فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال الحديث يعني الحديث. نعم، قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل. نعم، فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ فقلت أريد نصرة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني عليا رضي الله عنه. نعم، فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل في النار لأنه قتل، لكن المقتول ليش صار في النار وهو مقتول؟ نعم، على نيته، دخل النار بنيته لأنه ينوي قتل صاحبه لو حصل له. نعم، فقال هذا فعل القتل وهذا ناوي للقتل، في دليل على أن الإنسان يؤاخذ على النية. نعم، قال إنه أراد قتل صاحبه. إنه أراد قتل صاحبه، القتيل كان يريد قتل صاحبه فيعاقب على نيته العياذ بالله. فهذا الحديث فيه أن الإنسان لا يدخل في الفتنة بين المسلمين، يعتزل الفتنة مهما أمكنه ذلك، إن حصل يصلح بينهم هذا مطلوب، إذا ما حصل يصلح بينهم هو يتجنب القتال ولا يدخل مع هذا ولا مع هذا. نعم.